اليوم الموضوع خطير جدا جدا جدا. ليش؟ لأنه في موسم الربيع حاليا في طبخات كتير بتنزل على السوق. من بين هذه الطبخات يعني أنا لقيتها في السوق خطيرة جدا، سبانخ. شايفين سبانخ في موسم بكون أخطر كتير ومليان حديد. خلينا نعمل لنا اليوم وصفة هيك خطيرة جدا ونجرب يعني نشوف كيف الأمور. هلا أنا راح أصفط السبانخ. شايفين هنا عند السبانخ لازم كله زي ما هو هيك، لأنه هذه كلها الفايدة هان، مش بس في الورق، الفايدة في العصب. لما تيجي تقطعوا السبانخ تنظفوه بس شوية قصوا من الشروش، أما العصب والورق فيه الفايدة. عندي هلق البصل راح يحطه. الحديد في طعم السبانخ قوي جدا بالذات في أول الموسم، فلازم تكون كمية البصل والتومة كتيرة شوية، لأنه طعم، لأنه السبانخ اللي أنا حاطه كيلو يعني تقريبا كيلو ونص، حيعطي طعم خطير جدا جدا جدا. انا جربت الوصفه قبل هيك، هيك المقادير اللي انا عاملها تمام 100%. زيت الزيتون بحطه مطحون، انا بحب احطه زي ما هو هيك، وبعد هيك المطحون الهيل المطحون خطير جدا مع الطبيخ، وفلفل اسود هيك خفيف شيء خفيف مش كثير عشان الطعم يكون خطير بالزياده. طب نحط لنا ايش؟ 3 حبات هيل زي ما هن هيك، ورق غار. بنحط السبانخ مع البصل والثوم والامور الزاكية الحلوه الجميله الخطيره جدا. كالعاده عندي نص كيلو لحمه هنا، فانا بحب اعمل اشي بلحمه واشي من غير لحمه، يعني طبقه بلحمه طبقه من غير لحمه. راح احطه وين؟ بتأغلي اللحمة واسلقها واظبطها، ومرقة اللحمة راح استخدمها اليوم للسبانخ. هاخذ شوية من السبانخ واحطها. عندي انا حمص تقريبا، راح احط يعني شوية حمص، عندي تقريبا نص كيلو فمش راح احطه كله. قبل ما احط المية بضيف الحمص، بلخبطهم مع بعض كل المكونات مع السبانخ. راح نشوف كيف اللحمة مع السبانخ والامور الزاكية والحمص. شايفين اللحمة والامور الزاكية مع السبانخ، امورنا خطيرة بالصلاة على النبي. طبعا هو جاهز مستوي، ولكن انا بقول لكم يعني لما يستوي خليه يبرد شوي بعدين تاكل. ليش؟ حيكون تقيل تقيل كثير في الصحن، هيك يكون في دسامه. شويه زيت بيطلع ايش خطير، شويه كمون تحط على الوجه، ما تحطش كمون في الطبخه، لا حط كمون لحالك برضه بما انه الموضوع خطير جدا جدا جدا. فبنعمل لنا صحن ايش؟ رز. خليها تشوف مع الرز، بنحمره شويه ونزبطه بنملحه وبكون جاهز معنا. تعالوا نجرب السبانخ ونشوف الطعم كيف. الامور الخطيره جدا. طبعا انا حاطط عليه شويه فلفل بحرق، انا بحب الاشي يكون يعني شويه. مبدئيا خلينا نجرب ايش بدون لحمه بس هيك. طبعا طعمه خطير جدا جدا جدا. البهارات اللي انا حطيتها بالضبط حطوها، اذا حطيته اشي هيك ولا هيك حيطلع طعمه بشع الصراحه، لاني انا عملت اكثر من طبخه، جربت اكثر من مره، طلع معي الطعم هذا الخطير جدا 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 جدا. اخطر طبق سبانخ عن جد، يعني اخطر اشي باكله في حياتي الصراحه، اسكى طبق سبانخ باكله في حياتي، زاكي جدا جدا. طبعا انا عامل الرز، عامله زاكي بالرز او من غير رز. حبايبي زبطونا الوضع، عملونا يعني لايك شير سبسكرايب، زبطونا الامور، خليه خطير جدا، تكتكونا الوضع عشان نوريكم الوصفات الخطيره جدا. اخطر من هيك وصفات مش هتلاقوا يعني. زبطونا الامور، سبسكرايب اشتراك متابعه، زبطونا الامور هان وهناك، وشوفوا اللي راح وشوفوا اللي جاي وشوفوا اللي حيجي. خلوا الاشي خطير هيك، خليكم خطيرين معانا، ولا انتم مش خطيرين؟